هاني حبيب المحلل السياسي. سيد هاني حبيب، الجامعة العربية من ضمن ما قالته إنها تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في الأراضي الفلسطينية، ما الذي يمكن أن يترتب على هذا التصريح؟ هذا التصريح تصريح تكرره الجامعة العربية إثر كل تصعيد، وأعتقد أنه ليس هناك من محاولة حتى لإعادة صياغة مثل هذا الإعلان عن سواء عن الإدانة أو تحميل المسؤولية. تحميل المسؤولية من المفترض أن يترتب عليه خطوات من قبل الجامعة العربية، خطوات جدية، إما سحب سفراء أو على الأقل استدعائهم أو يعني دعم مباشر للشعب الفلسطيني في المواجهة. لا يحدث شيء من هذا القبيل، وبالتالي مثل هذه الدعوة لتحميل المسؤولية لا ترتقي إلى ضرورة أن تقوم الجامعة العربية بدورها الفعال والممكن من أجل دعم الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة، خاصة وأن الجامعة العربية وحتى الدول العربية حتى الآن لم تقدم ما يمكن الاعتماد عليه أو على ما يعتقد الشعب الفلسطيني من الممكن أن يقدم من قبل المنظومة العربية لدعم نضاله في وجه الاحتلال الإسرائيلي. طيب سيد حبيب، هناك أيضا اجتماع مرتقب لمجلس جامعة الدول العربية اليوم في دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية افتراضيا، إلى أي مدى أيضا يمكن التعويل على هذا الاجتماع؟ يعني أعتقد أنه هذا على الرغم من أنه اجتماع غير عادي، وتم تطويره من اجتماع بالمندوبين إلى اجتماع مجلس الجامعة أي من خلال السفراء، إلى أنه على ضوء يعني الوضع القائم والتجربة الفلسطينية إذا يعني مجال حراك الجامعة العربية، أعتقد أنه ربما لا يأتي بجديد سوى تكرار للبيان الصادر عن الأمين العام للجامعة العربية السيد أبو الغيط، وبالتالي لا أعتقد أنه هناك جديد إلا إذا كانت هناك مفاجأة أنه تتطور الجامعة العربية باتخاذ قرارات أكثر جدية وأكثر قدرة من أن تشكل دعما حقيقيا وفعالا في وقف في المواجهة التي يقودها الشعب الفلسطيني في العاصمة الفلسطينية القدس المحتلة. طيب، ولكن سيد حبيب، برأيك هل الجامعة العربية في وضعها الحالي تستطيع أن تتخذ قرارات كالتي وصفتها بغير العادية مثل سحب السفراء على سبيل المثال؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد أن الوضع العربي وضع بالغ الضعف، أعتقد أنه متراجع كثيرا على مختلف القضايا العربية وليس فقط على المستوى الفلسطيني، يعود ذلك إلى جملة من الاعتبارات، أي أنه لم تعد القضية الفلسطينية على قائمة الأولويات على ضوء الوضع العربي يعني القائم، وبالتالي ليس من المرجح أن تكون هناك مفاجأة حقيقية كما أسلفت، وبالتالي من المنتظر أنه الجامعة العربية تعيد تبرير ضعفها بأنه ليس هناك من إجماع عربي تام على اتخاذ خطوات جدية، بالنظر إلى أن الجامعة العربية هي عبارة عن مكون يجمع دول عربية لكل دولة سياستها الخاصة ومصالحها الخاصة، بما ينفي الإطار القومي واستبدل الإطار القومي بالإطار الوطني الداخلي، مما يجعل من الصعب اتخاذ موقف قومي واحد إزاء مختلف القضايا بما في ذلك القضية الفلسطينية والمواجهة الحالية بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا بالنسبة للجامعة العربية، ولكن ماذا عن الأمم المتحدة التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وفي قطاع غزة؟ هل يمكن التعويل أيضا على هذه المنظمة الدولية؟ يعني هناك قول مأثور لدى الفلسطينيين سواء في وسائل الإعلام أو من الأنشطة المختلفة بأن الأمم المتحدة دائما في حالة قلق، ولم يعني ترجم هذا القلق إلى جهد فعال للجم الاعتداء الإسرائيلي، خاصة أن هناك قرار من الجمعية العامة
سابقا بتوفير حماية للشعب الفلسطيني، وتم تكليف الأمين العام الأمين العام للأمم المتحدة بتقرير بتقرير كل 3 أشهر حول الجهد الدولي لتوفير حماية للشعب الفلسطيني دون أن يكون هناك أي جهد حقيقي. وفي مرات كثيرة يكون التقرير هو تقرير متكرر لا قيمة له من الناحية العملية، خاصة وأن هذه المرة وعلى ضوء يعني دخول قطاع غزة إلى ساحة المواجهة تم يعني تعطيل القرار الذي تم التشاور بشأنه بين تونس والصين والنرويج حول إدانة نعم. سيد حبيب أرجو أن تبقى معنا.